بشكل غير رسمي يوم 15/5 تم إشهارها واعتمادها من قبل المجلس الوطني في يوم 4/6. طبعا الفكرة هي تجمع مجموعة من النساء، بداية الفكرة هي تجمع مجموعة من النساء والفتيات في مسجد سوري المدينة المقاومة، كانوا متحمسين لخدمة مدينة مصراتة لمساعدة الثوار، لمساعدة الناس المتضررين النازحين، الأسر المحتاجة. حاولنا أن نديروا برامج، عدة برامج، اللي هو تبنينا برنامج يوم الثوار اللي هو نبعث به وجبات للجبهات، كان هذا عبارة عن وجبات خفيفة أو حلويات، إضافة إلى أن احنا تبنينا زيارة أسر الشهداء، محاولة مواساتهم والوقوف معهم في هذا الظرف الصعب، كذلك تم
تحديد فريق اختصاصه انه يقوم بزياره الاسر النازحه سواء اللي كانت في المدارس او الاسر المتضرره اللي دمرت بيوتها تدمير كامل. وبعد تاني بتقد فكره معرض او التسوق الخيري لمحاوله ايجاد فرص عمل للاعضاء او للمتطوعين او اي شخص يحب انه عنده فرصه عمل ما يكونش متكل. وتم جميع المنتجات عرضهم في معرض او في التسوق الخيري الاول جمعيه حرائر مصراتة، والحمد لله شاهد هذا التسوق نسبه كبيره من الزوار، ذلك إضافة لذلك أن حققوا أرباح جيدة للناس هذين. في ناس توفرت لهم يعني أربع متطوعين في هذا التسوق توفر لهم فرص عمل لأنهم أبدعوا في أشياء معينة، توفرت لهم فرص عمل. الهدف بتاعنا يدا بيد لأجل مستقبل أفضل. والتسوق التسوق الخيري الأول كان تحت شعار من أجل ليبيا، يعني معا من أجل ليبيا.